الرازي بعدما انتهى في علم الكلام قال: وآخر عقل العقول عقاله، وآخر السعي العالمين ضلاله، وأضعنا عمرنا في قيل وقاله، وها أنا أموت على عقيدة نساء نساب الرحمن والعرش استوى. قال: لو أخذت ما فيه استواء يليق بجلالي وكمالي لانتهى ما كنت أنا فيه من هذا الضلال. إيش؟ من هذا الضلال. أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن. لما مات طبعا أحمد بن أبي دؤاد كان يقول الإمام أحمد يقول: واستفتح وخاب كل جبار عنيد، يقول: اللهم من كان الظالم منا فاقتله وأمته في نصف جسده. شوف كيف يدعو على نفسه. مرت الأيام فأصيب بالفالج، الفالج الشلل النصفي من أعلى الرأس إلى أخمص الرجلين، فيأتيه ابنه فيقول: والله يا بني إن نصف جسدي لو وضع لو نزل عليه ذباب ما أطيقه، والنصف الثاني لو قرض بالمقاريض ما أحسست به، نص ميت ونص حار. فأماته الله فين؟ في جلده، وأصابه الفالج حتى مات. نص هذا بارد لو قرض بالمقاريض ما يشعر به، والنص الثاني لو نزل عليه الذباب ما يحتمل، كما جاء عند الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي غيرها ما كتاب في الذين ترجموا لفتنة خلق القرآن. قال: فلما مات، انظر يا أحبابي، فوضع في غرفة وعليها حارس. قال: فإذا بالحارس يسمع جلبة في الغرفة، فينظر فإذا بحية عظيمة استلت عينيه وخرجت. قال: حية عظيمة جاء الثعبان، ما أدري من وين جاء، قال بس ركب عليه وشال عينيه الاثنين وخرج. ولذلك إنما نعد لهم عدا. الله يعافينا وإياكم ويختم لنا وإياكم بإيش؟ بالخير والبر والبركة. وليس أدل على هؤلاء من البغضاء التي وضعت لهم في قلوب الناس، حتى العوام ما يرضون بإيش؟ بهذا الكلام. لأن المرأة العامية إذا جئت إليها تقول لك: يا ولد ربك فوق في السماء، أنت لسه جالس في هذا تعبد مين يا ابني أنت؟ حتى المرأة العامية تقول مثل هذا الكلام.